السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا، ترحب بكم وترحب بالناس الجديد معايا، مرحبا بكم معايا. تنشكركم على التعليقات ديالكم الرائعة وعلى المتابعة، شكرا لكم. اليوم كما تتشوفوا بنشارك معكم الغطان بالخضار والزعتر اللي تيجي هائل، تيجي بنين وسهل في التحضير وبمكونات جد بسيطة. بسم الله على بركة الله نزل طريقة التحضير. لا، اول حاجه تنبدا بها هي البطاطا. عندي هنا ثلاثه البطاطات كبار مقشرين ومغسولين ومقطعين على هذا الشكل الرقاق. كنزيد لهم واحد شويه نتاع الماء وغنرطهم يتسلقوا، واحد شويه نتاع البزار، شويه نتاع الملحه، ما نخليوهمش يطيبوا بزاف حتى يتعجنوا. وهنايا عندي جوج الكراعات محكوكين وثلاثه خيزوات محكوكين وواحد الفلفله مقطعه قطع صغار وواحد البصله مشلضه. كنرد نقلة سخونة، تنزيد فيها واحد شوية نتاع زيت المائدة حتى تسخن. تنرد فيها البصلة باش تشحر، كنشحر فيها البصلة هي الأولى. صافي، غادي نخلي البصلة حتى تنزل مزيان، ومن بعد غادي نزيد عليها واحد شوية نتاع الكفتة نتاع الدجاج. صافي، هنايا بعد ما طاحت البصلة تنزيد عليها واحد شوية نتاع الكفتة نتاع الدجاج. صافي، غنخليها تطيب مزيان مع البصلة، ومن بعد غادي نزيد عليها الخضرة البهارات. نحط معها الكفته مزيان، ومن بعد غنزيد عليهم الخضره البهارات. وفي البهارات عندي واحد شويه نتاع التحميره وشويه نتاع سكنجبير وشويه نتاع البزار وشويه نتاع الملحه. صافي، هنايا غنخلي البصله والكفته حتى تطيب مزيان، ومن بعد تنزيد عليها الخضره والعطريه. وتنضيف الخضره مع البصله، الخضره والبهارات مع البصله، وتنزيد عليهم واحد شويه نتاع القزبر معنس. صافي، من بعد تنزيد شويه نتاع الربيع مع الخضره. صافي، البطاطا بعد ما طابت ترجع لها هذا الشكل، ما تخليهاش تتعجن بزاف، وكنسق الطرعه مزيان من الماء ما يكونش فيها الماء. والحشوه تجي على هذا الشكل بعد ما طابت، كنخليها حتى تنشف مزيان من الماء. كنضل نطات الفران بواحد شويه نتاع الزبده. صافي، تنبدا تنصف فيها البطاطا بهذه الطريقه. البطاطا نحاولوا ما نطيبوهاش مزيان، تجي على هذا الشكل باش ما تفرتتش. صافي، تتسمر بهذه الطريقه حتى نسالي البطاطا، تنستفى بالبطاطا كامله. صافي، من بعد ما فرشتها على هذا الشكل تنزيد عليها الحشوه. تنزل عليها الحشوه بهذه الطريقه.
الربيع تنزل عليها واحد شويه انت على ما تزارين. نعاود نزيد واحد شويه نتاع البطاطا. نعاود نستفو على بهذه الطريقه. نعاود نزيد واحد شويه نتاع الحشوه. ومن بعد تنعاود نزيد عليه البطاطا. غادي نغطيه كامل بالبطاطا. صافي هنايا غادي ندخلو الفران ونطلقها من بعد. وغنغطيه بلا مينيو باش دغيا يتخمر. صافي هنايا بعد ما طاب الكراتان غادي نزيد عليه واحد شويه تاع الموتزاريلا مخلوط مع واحد شويه تاع الزعتر. نخلطو مع واحد زيت حكي عليه واحد شويه تاع الزعتر. صافي من بعد غادي نزيدو على الكراطة ونعاود نردو الفرن واحد شوية تيسخن مع الفرماج. هذا هو الكراتان بعد ما طاب تيجي على هذا الشكل، تيجي رائع، تيجي شي بنين وعاطي فيه ريحة الزعتر، تيجي رائع. كي تيجي من الداخل تيجي رائع، تيجي بنين وسهل في التحضير وبمكونات جد بسيطة. تيجي على هاد الشكل تيجي رائع سهل في التحضير. تمنينا اللي عجبكم مشاهدين الكرام، ولا عجبكم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتدعموني بلي لايك. ولا فيديو مقبل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.